فإن من أعظم نعم الله تعالى على عباده أن ييسر لهم معرفته ومعرفة الطريق الموصل إليه، فإن معرفة الله تعالى ومعرفة الطريق الموصل إليه هي السبيل والطريق الذي يدرك به الإنسان سعادة الدنيا وفوز الآخرة، ولا يكون ذلك إلا بالعلم بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم بالله والعلم بالطريق الموصل إليه طريقه وسبيله هو العلم بالكتاب والسنة،